عندما نتحدث عن الطاقة المتجددة لا نعني أبداً مصدراً واحداً لها، فهي كل طاقة ناتجة عن مصادر طبيعية تتجدد بمعدل يفوق ما يتم استهلاكه، وتعد أيضاً من المصادر النظيفة والمستدامة في آن. الطاقة الشمسية هي الأكثر وفرة من بين جميع مصادر الطاقة المتجددة، ويمكن توليدها حتى أثناء الطقس الغائم، كما أن توليد الطاقة الشمسية المباشرة أمر ممكن في كل بلد، ويمكن لتكنولوجيات الطاقة الشمسية توفير الحرارة والتبريد والكهرباء والوقود. وأدت زيادة الطلب على الألواح الشمسية إلى تراجع تكلفة التصنيع والتشغيل خلال العقد الأخير. تعد الرياح مصدراً نظيفاً أيضاً للطاقة، وهي مصدر لا ينضب، ويتم استخراجها من الطاقة الحركية للرياح بواسطة توربينات كبيرة موزعة على اليابسة أو في البحر أو من المياه العذبة. وتطورت تكنولوجيا طاقة الرياح البرية والبحرية خلال السنوات القليلة الماضية، لكن وفرتها تختلف من موقع إلى آخر، وتحتاج إلى مساحات متفاوتة وفق حجم المحطة ونوع الأبراج المستخدمة. من مصادر الطاقة المتجددة الأقل شهرة تلك الحرارية الجوفية، والمقصود هنا الطاقة المولدة من الحرارة في أعماق الكرة الأرضية، ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وتشغيل وسائل التدفئة والتبريد وسواها. حالياً يولد نحو 13 جيجا وات من الطاقة الكهربائية في العالم من الطاقة الحرارية الجوفية، وهي نسبة كافية لتزويد أكثر من 14 مليون منزل تقريباً بالطاقة.